السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بيكم من إيفنت اسكندرية وأبطال اسكندرية. طبعا معانا طنط، ولا أنا مش عارف بقى عشان النقاب مش باين، عشان ما أقولش طنط ويطلع مش طنط. 45 سنة يعني فرق بين 10 سنين. أختي الكبيرة معانا، أختي الكبيرة، ويعني الأربعينات يا جماعة عز الشباب، عشان نبقى بس واضحين. أصل ممكن واحد يدخل الأربعين وتلاقيه ماشي مش قادر ومش عارف ايه. ما عز الشباب الخمسينات، تمام، والستينات والسبعينات. حد تاني مين يزود؟ واحد اثنين ثلاثة. تبع الصفحة بقالي 6 شهور تقريبا. كنت طبعا بمشي على أنظمة مختلفة كده. أولا يعني هو أنا طبعا بشكر ربنا سبحانه وتعالى ثم حضراتكم والله لكل اللي في الصفحة على المجهود اللي حضراتكم بتقوموا بيه. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم ودايما بدلكم كلكم بظهر الغيبة. أنا بسمع عن أخت الأستاذة هبة السبال والسيفيلي والدكتورة ياسمين، وربنا يبارك لكم كلكم والله يجعله في ميزان حسناتكم. الله يعزك يا رب، الله يكرمك. أولا يا جماعة أنا طبعا بفضل الله عز وجل، يعني هو كل حاجة بقدر الله عز وجل. أنا عندي إعاقة حركية في رجلي الشمال. الإعاقة دي كانت بالنسبة لي مش إعاقة خالص نهائي، يعني ربنا سبحانه وتعالى كان منن عليا بحاجات كتير قوي، بإن أنا كنت بروح ألعب رياضة، بإن أنا كنت بروح أكتب شعر، بإن أنا كنت بروح حياتي على طول كانت حركة ورايحة وجاية. ما كنتش بحس أبدا أبدا إني معاقة غير لما حد يقول لي تعالي أساعدك تعالي، أبقى أستغرب وما بقول إيه كده ليه. أنا الحمد لله بفضل الله مش حاسة بأي حاجة. ما حسيتش فعلا بالإعاقة الحقيقية غير لما ابتدت حياتي بعد الجواز، ان انا اقعد في البيت وان انا ما اتحركش وان انا ابتدى وزني يزيد وان ابتدى بعد كده الحركة بتاعتي بقت ضعيفة. حسيت فعلا ان الوقت ده هو الحقيقي اللي انا حسيت فيه ان انا معاقة. حسيت ان انا لما اقدر اروح ولا اقدر انزل ولا اقدر اطلع، الحاجات اللي كنت بعملها بمنتهى البساطه وبمنتهى السهوله واليسر لقيت انها بقت صعبه عليا. حسيت ان فعلا ربنا سبحانه وتعالى كان عاطيني نعمه كبيره وانا مش حاسه بيها، نعمه القدره على الحركه وان انا اقدر امارس حياتي الطبيعيه بشكل طبيعي. فبفضل الله عز وجل بعد طبعا يعني الامر ما تدهور جدا جدا جدا، وكنت وصلت حوالي وزني حوالي 128 كيلو، ابتديت بقى امشي شويه على انظمه، الدكتور يكتب لي نظام معين امشي عليه شويه وبعدين ابتدي امل وازهق واقعد. طبعا انظمه كانت كتير فيها بعض المشاكل، حصلت لي مشاكل صحيه منها. ففضل لله ربنا سبحانه وتعالى بقيت ادعي ربنا يعني بصدق. واحده صاحبتي قالت لي انت عمرك ما هتخسي غير لو انت دعيتي ربنا سبحانه وتعالى بصدق. فانا بفضل الله دعيت ربنا سبحانه وتعالى بصدق وقلت يا ربي انا يعني بتخلى عن كل خبراتي وعن كل قدراتي وعن كل الحاجات اللي حواليا، ربنا سبحانه وتعالى هو انت بس اللي هتعيني على ان انا اقدر اخس. زي ما ربنا انت منحتني حاجات كتير قوي قوي قوي، اخدت مني حاجه بسيطه قوي وهي الاعاقه الحركيه، بس اعطيتني حاجات كتير جدا جدا جدا. فبفضل الله ان شاء الله يا رب انت اللي هتعيني على الامر ده. فربنا سبحانه وتعالى قدر لي ان انا ادخل على الصفحه بتاعتكم. فبفضل الله طبعا التزمت بيها وبقيت ماشي عليها فتره طويله بفضل الله، يعني مع حضراتكم بقالي حوالي 6 شهور او اكتر. فبفضل الله يعني والله فضل تشجيعكم يعني لينا ان انا الحمد لله دلوقتي نزلت حوالي حاجه و30 كيلو، ولسه ان شاء الله مستمره معاكم باذن الله. 30 او اكتر من 30 كيلو رغم ظروفها اللي انتوا اعتقد يعني محدش سمع يعني، بس رغم ظروفها يعني ورغم قصتها الجميله جدا واللي هي بتحكي فيها ان نعم ربنا كتير جدا جدا، حتى لو ربنا اخذ مننا نعمه صغيره فيعني نعم ربنا اكبر بكتير جدا واكتر بكتير جدا. النعم اللي احنا بنضيعها بشويه حب للاكل، يعني حب الاكل براحتك لكن ما تقفرش، لان اي حاجه انت بتديها اكتر من مما هي تستحق يعني بتضربنا على دماغنا يعني، صح كده؟ فهي يعني انا يعني بجد انا سعيد جدا بهذه القصه المؤثره يعني، وان فعلا يعني حضرتك يعني هما بس يعني بصي هما مش عايزين يسمعوا تقريبا يعني، بس في ناس ورانا سمعانا تمام، فعايزين بقى تشجيع بقى لو سمحت. وانا على فكره برضو في موضوع الاكل دي انا كنت بعاني حاجه كبيره. انا ربنا كان منن عليا ان انا يعني الحمد لله بفضل الله شاطره جدا 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 في الاكل، لدرجه ان كانت بتقول لي اعملي يا ماما قناه يوتيوب عشان تعملي اكلات. قلت لها لا انا هعمل بقى حاجه اهم، انا هعمل اكلات صحيه ان شاء الله على اليوتيوب ان شاء الله باذن الله، واحنا هندعمك كمان ان شاء الله. ربنا يبارك لحضرتك يا باشمهندس السفر. طبعا طبعا يعني هي انا بس انا مش عايز اشق عليكي عشان خاطر حضرتك يعني واقفه من بدري. انا ما كنتش بقدر اقف يا استاذ مصطفى والله بفضل الله. احكي لهم بقى يعني حياتك
حياتك ال 30 كيلو دول فرقوا معاكي ازاي؟ فرقوا جدا جدا جدا. انا كانت حركتي محدوده جدا لدرجه ان انا عشان ادخل مثلا من اوضه للمطبخ انا بقيت انا اجيب حد من بناتي مثلا يساعدني. انا بقيت نفسي زعلان لان انا كنت رياضيه، كنت في استاد اسكندريه بلعب مع العاب قوه والعب ايام يعني قبل قبل الزواج. فانا ازاي وصلت حياتي اتحولت 360 درجه بسبب السمنه بسبب التخن؟ بقيت اقعد اكلم نفسي ازاي ربنا سبحانه وتعالى عطيني قدرات كتير، ازاي ان انا خليت قدراتي كلها وحياتي كلها قفلتها عشان خاطر حبه وزن زادوا عليا؟ لا انا ان شاء الله لازم هرجع تاني وهرجع بقوه تاني باذن الله بفضل الله، وثم طبعا طبعا بدعم حضراتكم والله ربنا يبارككم لكم ويجعل في ميزان حسناتكم. فالحمد لله بفضل الله دلوقتي حياتي فرقت كتير. انا دلوقتي بقيت اقوم انا اللي اروح ارد على التليفون، انا اللي كان لما اجي بس انا عايزه ارد على التليفون حد يروح يساعدني عشان يوديني، بالرغم ان انا ما كنتش كده خالص. فالحمد لله بفضل الله يعني حاجات كتير والله. تقولي ايه للناس بقى اللي ربنا مديلهم نعمه ان هم يعني يقدروا ان هم يروحوا ويمشوا وبتاع ورغم عن كده ان هم يقول لك اصل انا مكسل؟ لا للاسف والله ربنا سبحانه وتعالى بيدينا النعم عشان يختبرنا يشوفنا هنشكر النعمه دي ولا مش هنشكرها. ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا وهيسالنا جسمنا ده نعمه ربنا سبحانه وتعالى عطيها لنا مش عشان احنا نشتغل فيها ونعمل فيها اللي احنا عايزينه من غير ما هنسال عليها، هنسال عنها وقبل ما ربنا سبحانه وتعالى يسالنا عنها جسمنا نفسه هيحاسبنا. يعني جسمنا هيحاسبنا يعني هو للاسف الشديد يا جماعه السمنه دي ربنا هيحاسبنا عنها، وان انت اهملت في حق نفسك واللي يعني ودي التهلكه فعلا ان انت بتقع فيها يعني، وكمان يعني ده يعني ربنا هيحاسبنا عليها، وكمان الجسم هيحاسبك في الدنيا يعني هينعكس كل اللي انت بتعمله في نفسك ده هينعكس على نفسك حتى كرهك لنفسك. احنا كتير مننا بيقف قدام المرايه ما بيقولش ايه الحلاوه والطعامه والشقاوه دي يعني خالص، يعني هو بيقف قدام المرايه نفسه بتتسد. عشان كده لما حد يجي يقول لي يا باشمهندس قول لي على دواء لسد الشهيه او وصفه لسد الشهيه اقول له اقف قدام المرايه وانت حضرتك نفسك هتتسد. مش قصدي يعني ان يعني لا طبعا انا قصدي نشوف انا قصدي ان يشوف يعني ان يعني اللي هو فيه حالته اللي هي فيها يعني، وبالتالي انت في ايديك نعم كتير جدا اوعى تضيعها لان السمنه دي ممكن تضيع لك حاجات كتير. يعني ناس للاسف الشديد كانوا اصحاء وبيمشوا وبيتحركوا والله العظيم والله كان في حد حضر معانا ايفنت من الايفنتات ويعني اتنبح صوتي معاه وفي الاخر اتصال تليفوني الو حضرتك ده انا نايمه في السرير والدكتور قال لي غضروف ومش هتحرك قبل 6 شهور ادعي لي ان ربنا يكرمني. ليه يعني ليه ده كله؟ عشان انا مش عارف اوقف اكل، عشان انا يعني بستهبل مع نفسي. الموضوع بسيط، وقف اكل 3 ايام بس، مش توقفهم خالص يعني ظبط اكلك 3 ايام بس، 3 ايام وهتلاقي انت نفسك خلاص العجله دارت معاك والمكنه طلعت قماش والدنيا مشيت معاك زي الحلاوه. لا مش زي الحلاوه عشان العك يعني ماشي معاك زي السكينه في الجاتو يعني كل الحاجات الامثله من تلازينا يعني اتفضلي. ما هو ده الشيخ محمد حسن كان اتكلم في خطبه جمعه في تسوق عن الكلام ده، ان برضو عقوق الوالدين يعني في الدنيا قبل الاخره يعني ماس بالظبط بالظبط. بس يعني انا برضو بشوف ان السمنه دي نعمه من عند ربنا، يعني ان انت ربنا انعم عليك ان انت حتى دلوقتي انا يعني انا غلطت في حق نفسي ووزني زاد. ممكن اشجع الناس بقى بعد كده يعني ممكن انا لو خسيت هشجع الناس كتير، يبقى انا كده ربنا يعني سامحني على اللي فات واداني ثواب كبير جدا وهو ده اللي حصل. يعني انت عندك نعم والله. بص انت اي حاجه بتحصل لك نعمه، اي حاجه بتحصل لك في هذه الحياه حتى لو انت تعرضت لمشكله كبيره جدا فهي نعمه انت اكتسبت بيها خبره. فلازم ان احنا نتعلم من اخطائنا ونتعلم من كل اللي فات علشان نصلحه في المستقبل. الناس اللي بتخس وبعد كده ترجع تتخن تاني وبتسيب نفسها، الناس دي ما اتعلمتش من اخطائها. لازم تتعلم، لازم تتعلم من اخطائك عشان لو ما اتعلمتش من اخطائك مش هتعدي خالص. يعني بشكر حضرتك جدا وانا اسف بقى طولت عليك في الوقفه، فربنا يبارك لك كده يا رب واحلى تشجيع تاني بقى يا جماعه. شكرا لحضرتك. شكرا. قمت استاذنك هي يعني استاذه ريحان خست 5 فوق 30 كيلو يعني رغم ان هي عندها ظروف صحيه في رجليها بتمشيش وبالتالي يعني احنا طبعا بندعمها وبنشكرها على اساس ان هي عملت انجاز كتير مننا ان هو بيستهبل ومش عايز يعمل انجاز ده.
يلا واحد واحد. انا بقى انا 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 انا